تطبيقات الصداقة اللي بتكتسب شعبية كبيرة في الآونة الأخيرة على حساب تطبيقات المواعدة اللي تفقد اهتمام المستخدمين والمستثمرين، والسبب الإدمان والخيبات العاطفية بحسب صحيفة إندبندنت. وبالأرقام، تطبيق الأصدقاء بامبل فور فريندز شهد زيادة في عدد المستخدمين بنسبة بلغت 540% عن عام 2023، بينما تطبيق بامبل الأصلي للمواعدة حقق تراجعا في أعداد المستخدمين بنسبة 8%. وينطبق الأمر نفسه على تندر اللي واصل الخسارة. أيوة، نيجي بقى لنقطة مهمة جدا، ويمكن النقطة دي أصبحت ليها تأثير كبير جدا في مجتمعنا، ولكن هنا هنقول شوية مفاجآت في بعض النسب المستخدمة. بعض الناس لجأوا لفكرة التطبيقات دي، أو انتشارها زاع في فترة كورونا تحديدا، فترة الإحباط وفترة القعدة في البيت وفترة لقاءات الناس أصبحت صعبة. فأصبح صناع هذا التطبيق أو القائمين على التطبيقات اللي من النوعية دي هم ظهرت انتشارهم، ظهرت في الوقت ده. مظبوط، خمولهم كان في الوقت اللي كان فيه انتشار ورواج، وهو رايح في حتة ان شوية يخلي الناس فبيوفر لهم فكرة المقابلات. بس اصبح استخدام بعض التطبيقات اللي من النوعية دي اصبح استخدام سيء جدا، يعني يكاد يكون هو فقد مسته الاساسية اللي صنع من خلالها التطبيق. وده اللي خلى محتالين كتير جدا ونصابين كتير جدا تستخدم سواء تندر او بامبل او في نهاية تكون وسيلة جديدة ليهم لاكتساب ضحاياهم من خلال احتياجاتهم المقابلات الخاصة بالناس الغريبة. وأصبح فكرة دلوقتي كل المراقبين وكل القائمين على السوشيال ميديا بالنسب اللي بيرجعوا لها دلوقتي حاليا، أصبح معدل تحميل البرامج دي متراجع بشكل كبير جدا من اللحظة اللي كانت في أوجهها في أيام كورونا. أصبح لحد الآن ناتج عن الوعي. كل واحد ما بيحصله تجربة بينقلها لغيره، فأصبح بقى فيه وعي بينتج. يعني احنا عندنا أفلام دلوقتي على نتفليكس، تندر سويندر أو المحتال الخاص بتندر، وأصبح فيه وعي كبير جدا أن قصصه أصبحت فعلا راحة في اتجاه عنيف جدا، جرائم إلكترونية بحتة. فأصبح الناس على دراية وعلى وعي، ويمكن ده دور الإعلام ودوركم العظيم أن أنتم دايما ابديتنج للناس. المساله برضو فيما يتعلق ب يعني بالقائمين على تطوير هذه التطبيقات، هل المفروض ان هم يعني بينتقل مثلا من التطبيق A للتطبيق B او التطبيق B للتطبيق C؟ مش المفروض انه دايما قبل طرح تطبيق جديد يكون في معالجه للاخطاء اللي تسببت في انهيار تطبيقات سابقه؟ يمكن حايز ان الموضوع تجاري بحت، مش رايح في حته ان استخدام ايجابي للسوشيال ميديا. يعني مش كل ما يطلق على السوشيال ميديا هو الوعي الناس والفكر الناس وانطلاق ثقافتهم. هو برنامج مش رايح ابدا ان هو يكبر ثقافتك ويكبر علمك ويوديك للكتب العظيمه اللي احنا تعلمنا منها. لا، بس بلكي هيدي الميزه، ميزه انه الصداقه خاصه بالدول الغربيه اللي هن بيعانوا اكثر من وحده ومن انعزال الاسري وكذا، ممكن انه يكون هيدا تطبيق يعني يشيلهم من فكره، يعني يساعدهم اجتماعيا. هو اصلا هناك توجه للتطبيقات الصداقه اكثر من تطبيقات البحث عن الحب او العلاقات العاطفيه، ويمكن ده الانطلاق اللي انطلقت من خلال الابلكيشن، الى ان اصبحت الابلكيشن هي فاتحه نفسها بنفسها، لان اصبح الموضوع متطلب ماديا تكون ليك دخل ثابت على الابلكيشن عشان توسع مساحه انتشارك. فاصبح الناس بعد الوعي يقول لك انا ليه ادفع في ابلكيشن في سبيل ان انا ادفع واعزم اصحابي بره على الكافيه بتاعي؟ طب ليه ان انا ما استخدمش الواقع بشكل اكتر مع مع أصحابي؟ ويمكن دي الدراسات الأخيرة اللي تقلص فيها دور عدد تحميل التطبيقات المستخدمين الابليكيشن للواقع. طيب خلينا كمان نشوف رأي الناس في هذا الموضوع، وسألناهم في الأردن ماذا تبحثون في مواقع التواصل. طلبنا طبعا ترتيب الأولويات بين الحب، الصداقة، الثقافة والتسلية. نتابع. بحاول البحث عن شغل وعن فرص جديدة في العمل، ممكن هاي أكثر الأولويات المهمة. بعدين بكتشف شغلات جديدة عن طريق التواصل الاجتماعي من شعوب وقصص ثانية، وبعدين أصدقاء جداد. للتسلية أكثر الأوقات، وبعد هيك للثقافة أعرف أشياء لشغلي لمجال تخصصي، وبعدها إذا في عندي أصحاب أصدقاء بحكي معهم. واخر شيء صراحه انا ما ببحث يعني الارتباط والحب عن طريق السوشيال ميديا، يعني ما بامن فيه عن طريق السوشيال ميديا. بركز على موضوع التسليه، ممكن واحد تبادل ثقافات، بشوف من المجتمعات الثانيه بكسب مثلا، مش تحكي خبره، لا هيك بكسب، بشوف يعني شو ثقافات العالم الخارجي،
ممكن لموضوع الصداقة أنك تكون صداقة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. الاستخدام الأول بستخدمها للثقافة، ثقف وتشوف أخبار طبعاً، ونعرف عن مواضيع معينة في اهتمامات معينة. بعديها ممكن عشان كمان نتسلى، يعني برتبها بالأولوية الثانية، تسالي مثلاً، نلعب شوية جيمز، نشوف أخبار تسلية كمان. بعدين ممكن مشان نكون صداقات ونتعرف على ناس جداد طبعاً. يعني تكوين الصداقات في التطبيقات هل هو بالأمر السهل؟ يعني أنا ممكن تعرف شخصية فلان، هذا كاتب، هذا شاعر، هذا، لكن هل تكوين الصداقات بنقدر نعمله عن طريق العالم الافتراضي ونجلبه للواقع برأيكم؟ خلينا نقول إن الكل حاجة استخدامها الإيجابي واستخدامها السلبي. أنا واحد من الناس شايف إن ممكن السوشيال ميديا هي كانت أداة إن أتشرف إن أنا موجود من بلدي، موجود معكم النهاردة، إحنا موجودين في دبي وموجودين بنأثر في الناس في مجتمع جديد وبنعبر الحدود بشكل سريع وبشكل قوي ومؤثر. الفكرة إن برضو نفس الآلية زي ما تليفونك تقدر تستخدمه في إن أنت تدعم وفي إن أنت تتصل وتتواصل وتطمن، هو نفس الهاتف اللي تقدر تبث فيه رسائل مزعجة للناس وتزعج بيه الناس وتضايق بيه الناس. بس هنا السؤال كريم، يعني أنت بصفتك واحد من صناع المحتوى، هل في حياتك الشخصية قدرت تكون صداقات، مش معارف، أنا بتكلم في صداقات ولا بتكلم في انتشار، أنا بتكلم على مستوى صداقات شخصية من خلال وسائل التواصل؟ ده حقيقي، ويمكن أكبر دليل على كده وجودنا مع بعض النهاردة، احنا تواصلنا مع بعض على السوشيال ميديا، ويمكن ده الجانب الإيجابي في السوشيال ميديا، إنك فكرة تقدر تعمل كيان جديد من خلال إن أنت تنشر الوعي. واللي بيفرق على فكرة ما بين الاستخدام السلبي والاستخدام الإيجابي هو الوعي، الدور اللي بيقوم بيه منتدى الإعلام العربي، الدور اللي بيقوم بيه الكونغرس، الدور اللي بيقوم بيه القناة العربية والصحافة العربية، يعني فكريا متوافقين، بصيروا نحكي مع بعض لا شعوريا، بصير في صداقات ولو رقمية. بس لابد من وجود حيثيات لأرض الواقع، معايير أرض الواقع وأخلاق أرض الواقع والمواقف اللي بتخليك تحكمي على أي شخص. المنهج الطبيعي اللي بيخليك تحكمي على أي بني آدم من خلال مواقفه، مش من خلال حكيه، لأن الحكي ربما يكون مزيف. صحيح. المواقف صحيح. هي الأكبر دليل على مصداقية الحوار. نعم، صانع المحتوى كريم أسامة، شكرا لك. مرسي جدا لزوجك، مرسي جدا ليكم، أنا تشرفت بوجودي معكم النهاردة، وأكيد شهادة جديدة في ميلادي إن أنا أكون موجود مع إخواتي وأصدقائي وحبايبي، ويكون ضرورة أكيد لنشر الوعي بشكل كبير، وده يبقى ضرورة السوشيال ميديا أو تأثير السوشيال ميديا الإيجابي. شكرا لك.